شاب مصري يحرق جواز سفره. عملية إنقاذ مثيرة لحيوان في استراليا. ثلاث دول عربية تفوز بعضوية اليونسكو. فرنسا تسلم سيفاً تاريخياً للسنغال. وليلة دامية في مخيم قاح السوري. أهلاً بكم. شاب مصري مقيم في ألمانيا أراد تجديد جواز سفره منتهي الصلاحية، إلا أن السفارة المصرية في برلين رفضت تجديده لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر بحسب قوله. ظهر الشاب فيما بعد في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحرق جوازه، وتحت قدميه صورتان منددتان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. عملية إنقاذ مثيرة حصلت في إحدى غابات أستراليا لامرأة أسترالية قامت بإنقاذ حيوان الكوالا بعد أن خرج بإعجوبة حياً من غابة التهمتها النيران، حيث أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المرأة وهي تلف الكوالا بقميصها قبل أن تسقيه الماء وتصبه على جسده، بينما كانت تسمع صرخات الحيوان المتألم. أمسية عربية في اليونسكو بعد أن تمكنت الإمارات والسعودية وتونس من الفوز بعضوية المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم. ويتكون المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة يتم اختيارها في انتخابات تجري خلال المؤتمر العام للمنظمة، والذي ينعقد مرتين في العام لمناقشة أهداف المنظمة ووضع الخطوط الإرشادية لسياستها واستراتيجيتها. في العاصمة السنغالية داكار سلم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليبي الرئيس السنغالي ماكي سال سيفاً تاريخياً من أهم القطع التي تسعى السنغال لاستعادتها من فرنسا وضمها لمتحف الحضارات السمراء المقام حديثاً في البلاد. السيف هو للحاج عمر طعل أحد أبرز القادة الأفارقة الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي في القرن 19. إلى من تكلنا يا رب؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ هذه الكلمات رددها أهالي مخيم قاح الذي يقع في ريف إدلب السورية ليلة أمس بعد استهدافه من قبل عصابات الأسد والميليشيا الإيرانية بقنابل عنقودية تسببت بحرائق كبيرة التهمت خيم اللاجئين وسقط على إثرها أكثر من 12 شهيداً وأصيب أكثر من 20 شخصاً. نهاية الموجز، إلى اللقاء.